السلام عليكم وياكم هيثم. اليوم راح نبدل بلكات لهاي السياره. البلكات صايره جوا الدكشن البارد، فيحتاج نفتح الدكشن البارد يلا نوصل للبلكات. لاحظ هذا، فهنا ايش نحتاج نسوي؟ نحتاج نوخر هاي حتى نقدر نفتح البراغي اللي هنا، واكو يصير برغي جوا التويتر هم لازم نوخره حتى نقدر نوصل للبلكات. فخليكم ويانا. طبعا انا شك المحرك به مشكله لان يرجع دهن على التويتر. شوف هذا الدهن شلون راجع، هذا مال البريذ ان. على العموم احنا هسه راح نفتح التويتر نوخره لان انا منظفه قبل يومين. طبعا هذا يشتغل 8 ملم، اللقمه 8. هاي نوخرها. شوفكم التويتر، لان هذا مثل ما قلت لكم انا قبل يومين تقريبا او ثلاثه نظفته. لكن هي السياره يبقى بها خربطه، لان مثل ما قلت لكم انه انا اشك الماكينه بها مشكله. لاحظ انه نظيف، يعني شويه صاير عليه. مع العلم هاي احنا عود منظفيه قبل يومين. انت تفتح اكثر من شغله، البراغي رجعهن بمكانهن ويا القطعه اللي مفتوحه حتى ما يضيعن ولا يتخربطن عليك، او تخليهن بكيس وتكتب عليهن اسمهن. البرغي اللي فتحنا التويتر على موده ولا اصلا راخي. طبعا عندنا هاي البراغي هنا، ما ادري اذا واضحات بالنسبه لكم لو لا. هذا 1 2 3 4 5، بس الظاهر ملعوب بيهن، لان شوف هسه هذا قياسه يختلف، هذا قياسه يختلف عن البقيه وشكله مو بلادي. بس مثلا هذا البقيه كلها يشابهن عاده، هذا جايبينه انه راح نبدي نفتح البراغي. اول شيء نطقهن، ما ادري هذا منو ضابهن هيك، يعني وكانه الضبه الاخيره هاي. صدق كذيل، اكو واحد يضرب شيء براغي 10، براغي 10 ما ينضبن قوي. طبعا من اللي نريد نفتح نسند الراجز حتى ما يفرك عندنا. هسه عندنا هذا البرغي وهذا مو مالاته يختلفه. يلا راح نجرب 12. هو انا كنت متوقع 12، بس اللي اول وحده اجت بيدي اجت 13. هسه بقى البرغي الاخير اللي هو هذا. هذا ايش قد؟ هذا كنا 14.
هاي 15 فتلعب شوية. هلا عيني شلونك؟ شوف هذا البرغي، هذا يختلف عن البقية. هسه نطلع البقية وشوفوها. عندنا هذا هم يختلف. لاحظ هذا مالتها، هذا قياسه 10، وهذني ضايفي اللي هي شيء. عندك هذا بالطرف الاخير من هناك قياسه 14، وهذا قبله قياسه 12. اوكي اوكي. شوفوا الجمال، سيليكون على ما اعرف شنو، يعني الوضعية مو جميلة. فعندنا مثلا هذني، هذني هنا اربعتن. ها صدق، هسه احنا البلاكات وصلنا لهن، بس يبقى نفتح المجول ونطلع البلاك، يعني مو فد قصة. خل نباوع على المحرك هم اذا نقدر نشوف من عنده شيء. هذا كله ببطن الدكشن او بطن المحرك. شو هذني يختلفن؟ شنو القصة؟ لا شكل لا شيء، كل شيء يختلف. اوبا شوف هذا كله حبيبي، شوف هذا كله دهن، وكان اصلا لاطش بمكانه وكانه مكسور اصلا. راح نجيب هاي الرفيعة. طبعا اللي ما عنده مغناطيس يقدر يسوي هاي الفقرة. شوف هذا الدهن عليه من السن، يعني بالمكان الاحتراق مالته اكو دهن، فمعناه انه دا يجي دهن من داخل المحرك. بالنسبة لهذا اذا نشوف صاحبه اللي بصفه، شوف هسه هذا عليه دهن اللي على اليمنى، وذاك كلشي ما عليه. خلينا نشوف البقية، يعني ماكو دهن نقدر نقول.
فاحنا عندنا بس خانه واحده اللي بيها هي جاي تعبر دهن، ونفسها اللي تخلي دهن يجي منها. هذا مو زين، بيه تهريب. طبعا هو الفيديو هذا نقدر نقول انه اوكي بيه فكره، يعني يبقى بس البلاكات نرجعها، نجيب مجول جديد وفي ماله. هذا كان كل اللي عندي في ماله.